Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, we've had some developments, alhamdulillah, and some more footage has surfaced visual evidence of these celestial bodies that seem to be orbiting this proton star, this binary system that's entered our solar system, supposedly. Subhanallah, it's very compelling stuff. Now you'll probably maybe understand a little better the sort of celestial bodies and their orbits and how they have got very distinct features. I referenced in a few of the videos a red celestial, as in a planet, and blue planet, and a beige one which had a multicolored surface. You'll certainly see the beige planet, even it's quite animated, so it can't be a lens flare, as it were, simply because you can see it rotate and move on its orbit. On its trajectory, there's a pattern there, the way it moves, subhanAllah. And you'll see the reflection of its atmosphere as well on it. Surah An-Najma is, subhanAllah, something that I feel myself gravitating towards a lot, as well as Surah At-Tariq. There's beautiful qiraat, and one thing to note is Surah An-Najma was the first surah that had the Sajdah-e Tilawat revealed in it. The tafsir behind it is very, subhanAllah, stunning. And how the surah came about, I'm not obviously going to elucidate on that. That's totally out of my jurisdiction and forte. It's for our ulama kiram, mashallah. But anyway, I'm going to play this surah at the same time. I just want you to be mindful that there's Sajdah-e Tilawat at the end of it. And be mindful of that, inshallah ta'ala. Jazakallahu khairan wa ahsana al-jaza. I'll play it for you and show you the images that have surfaced. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا
لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى. وأنه هو أضحك وأبكى. وأنه هو أمات وأحيا. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. وتضحكون ولا تبكون. وأنتم سامدون. فاسجدوا لله واعبدوا.